مساء الخير ويسعد مساكم. في كتير شباب عم يسألوني عن الـ hour of service بالتراكينج وشو التغيير الجديد اللي صار عليا بـ 28/9 الشهر الماضي. وصرت اسمع اكتر من قصة، اسأل السيفتي اللي شي، اسأل الدرايفرز اللي لي شي. سو رحت طبعت كل شي، كل الروس تبعت الـ FMCSA وقريتهم وحدي وحدي. هات لقلكن شو لقيت بالساعات الشغل الـ hour of service وشو صار تغيير جديد عليهم وكيف الشغلة بتساعدنا لكل الناس اللي شوي مخربطين الساعتون. خليني لكم شو التفصيل. رح بلش بالـ 30 minutes break. 30 minutes break كان بالأول عطينا إياها، كلنا بنعرف إنه بعد 8 ساعات شغل من ما تبلش أنت الصبح شغلك on duty، تطلع on duty بعد 8 ساعات أو قبل ما تخلص 8 ساعات لازم تاخذ 30 دقيقة off duty لحتى ترجع تكمل نهارك. well هلا 30 minutes break ما في داعي تاخذها بعد 8 ساعات شغل، لا فيك تاخذها بعد 8 ساعات driving. يعني الفت الصبح انت رحت انت بالشيبر عم بدون يحملوك، الساعه انت on duty، ضليت ساعة ونص بالشيبر، بس بتبلش سواقة بتبلش عندك 8 ساعات درايفنج. ما بعرف إذا كتير منكم انتبهوا لهلا ولا لا، بس ال 8 ساعات ال 30 minutes break ما في داعي تاخدها إلا بعد 8 ساعات درايفنج. هاي شغلة كتير كتير حلوة وكتير أكيد كتير بتخدم السواق. أو 30 minutes break كمان الشيء المكتوب هون، صدقوني قريت 30 ورقة منه، 30 ورقة بالهدول الروز جداد الام في الام الاف ام سي اس اي. الثمان ساعات ال 30 دقيقة البريك ما في داعي تكون كلها اوف ديوتي مثل ما كنا بنعرف، لا فيك تعملها اوف ديوتي، فيك تعملها اون ديوتي، فيك تعملها ميكس بتوين اوف ديوتي وان ديوتي. لنقول انت بلشت نهارك ساعتين بالشيبر ما انا مشكلة، سقت 8 ساعات، بعد 8 ساعات لازم تاخذ 30 دقيقة مثل ما كانت قديمة بريك. اوكي هلا انت بدك توقف تعمل فيول، تاخذ فيول بعد 8 ساعات، بتوقف على بالجاستي بالتروك ستوب بتحط فيول، لنقول اخذت لك 10-15 minutes fueling انت على الان ديوتي، فتت دورت لك شوي بالتروك ستوب، هي another 15 minutes، هي صارت 30 دقيقة. يعني 30 دقيقة البريك اللي كانت قديمين لازم ناخذهم بريك، ما في داعي ناخذهم يكونوا كلهم اوف ديوتي، بيكونوا يا اوف ديوتي كلهم يا اما اون ديوتي او ميكس بين الاثنين. هاي شغله كمان كتير منيحه، لانه اوقات واحد فينا بيطلع بسوق شوي لبين ما وصل على تراك ستوب بيكون حمله تقيل بده يوزن، بيطلع مثلا طلع له ثلاث مرات على سكيل لبين ما عدل الحمل، هاي نص ساعه، يعني هو بيكون خسر نص ساعه هيك لله. لا هلا نص ساعه صارت محسوبه كانه هي اوف ديوتي، بترجع بتكمل انت ساعاتك او بيرجعوا بترجع بتكمل نهارك العادي. في شغلة كمان للناس بيشتغلوا لوكال كتير، كانوا بالأول هن عاطينهم بس 12 ساعة انه يروح ويرجع على نفس التيرمينال. يعني بيطلع نقول من ديترويت المركز الشركي تبعه بديترويت، بيروح بيدور برد بيرجع على ديترويت بآخر نهار، بس عاطينه 12 ساعة. هلأ بالقانون الجديد زادوا لهم اياها ساعتين، يعني صاروا مثل نحن الشباب بيسوق over the road 14 ساعة. هاي كمان كتير شغلة حلوة، وبدال ما كانت 100 mile radius صارت 150 mile، يعني صاروا كانوا بالأول يروحوا بس 100 mile ويرجعوا على نفس الترمينال، هلأ صار فين يروحوا 150 mile radius. زادوا لنا اياها مثل ما بنقولون join the team 14 ساعة. في شغلة زادوا لنا ساعتين اسمون adverse driving. شو يعني adverse driving؟ صار فينا نسوق ساعتين زيادة نحنا في حالات اللي يعني هدول اذا تعطلت انت على الطريق ساعتين، مو تعطلت مقصد انت والله انتزع صار عندك عطل ميكانيكي، لا انت عم تسوق بامان الله، قرر واحد يوم سبت لك اخي، قرر واحد مسا رجعان راجع وسكران ومعبي الطاسة فاض بالحيط وسكر الهايوي. طيب شو ذنبك انت وانت باقي لك بس ساعتين لتوصل، وقفت لك ساعتين عطلت لبين ما اجوا
اجوا لموه وشالوا من الطريق، وهي راحت لساعتين وضيعت ساعتين من وقتك انت. شو بتكون استفدت هون انت؟ لا، هون انت فيك تضيف هدول الساعتين الزيادة على ال 14 hours تبعيتك، يعني بصيروا 16 hours، ومن هدول فيك تستخدم الساعة هدول الساعتين بالسواقة. بس هاد ما بيعني يعني انه والله انت عم تسوق وهبت عاصفة والله صارت العاصفة تقول اوه والله هي adverse driving. لا، اغلب العواصف اللي بتمر بيكون نحن بنعرف، او نحن بكون مع معرفة مسبقة عنا، يعني بيكون معلين عنا انت شايف weather channel، شايف weather على موبايلك لأخي. ما فيك تيجي تقول له الافسر والله هي انا استخدمت هدول تو adverse driving لانه والله كنت واقف انا ب وايومينج اللي هي دائما كلها ثلج وساعتين وتاخر الطريق. لا، ما فيك تقول هذا الشيء الا اذا صارت برجع بقولكم الا صار شغلات مفاجئه. هي عن الساعتين الزياده اللي هن adverse driving بيضيفوا لنا اياهم. في شغله شوي كان لبكت كثير درايفرز هلا، اللي هي السبلت اللي عم يصيروا هن 8-2 split or 7-3 split. شو يعني 8-2 split؟ لنقول انت بلش شغلك على الساعة 8 الصبح، ضلت تسوق للساعة 6 المساء، 6 المساء قررت تاخد بريك انت. طيب هالبريك بدل ما اخدها نص ساعة انت اخدتها ساعتين، هدول الساعتين بيوقفوا لك ال 14 hours تبعوتك. يعني انت بعد الساعتين لنقول من 6 ل 8 فيك ترجع تسوق، من 8 للساعة 12 بالليل فيك تسوقه. يعني انت هدول الساعتين كأنه وقفوا لك ال 14 hours تبعوتك، كأنه خلص انه وقف الزمن عندهم هدول الساعتين اول ما بلشوا، ورجع بلشت كملت ال 14 hours تبعوتك بعد هدول الساعتين. طبعا هي ممكن يكونوا ساعتين او 3 ساعات او 7 ساعات او 8 ساعات. يعني هدول هن الساعتين او 3 ساعات، 7 ساعات او 8 ساعات بيوقفوا لك ال 14 hours الشغل تبعك، 14 hours تبعوتك. بس هلا انت هدول الساعات فيك تستخدم الساعتين او 3 ساعات as long as انه انت بس خلص شيفت تبعك بيلحقون 7 hours or 8 hours of sleeping. يعني انت اذا استخدمت ساعتين لازم يكونوا 8 ساعات بعدون، طبعا بعد ما تخلص الشيفت تبعك 8 ساعات لازم تنامون لحتى ترجع تكمل 14 hours تبعوتك. يعني هن او حتى 7 ساعات بعدون اذا كنت نايم انت واقف عامل بريك 3 ساعات بيكملوا 14 hours تبعوتك. او بس في شغله كمان، ال 14 hours لنقول انت وقفت ساعتين او وقفت ساعتين من الساعة 6 للساعة 8 وسقت من 8 ل 12، نمت 8 ساعات، ثاني يوم فقت الساعة 8 الصبح بدك تكمل سواقة. طبعا انت مفروض يكونوا راجعين ساعاتك، لا هون بيرجعوا ساعاتك كلهم ناقص الساعات الاوقات اللي سقتهم انت بعد البريك قبل بنهار، يعني بعد الساعة من بين الساعة 8 و 12. بعرف شوي بتلبك هي، بس انتوا استخدموا بس الساعتين، يعني استخدموا ساعتين واخذوا لكم بريك ساعتين بتوقف 14 hours تبعوتك، وبعدين سوق للساعة 12 ويا اخي بعدها نام العشر ساعات بعينك الله اذا ما عرفت كيف تستخدم ال 8-2 split or 3-7 split. ليش عمول اذا ما عرفت؟ لانه نحن السيستم تبعنا المفروض اي سيستم الاماني تراك او اي ابليكيشن انتوا بتسوقوا عليها المفروض هي نفسها تعمل لك هدول البروجرام. يعني المفروض هي تكون مبرمجه لترجع تعد لك ساعاتك وتقول لك او باقي لك الوقت او الادوار. بس حبايبنا الكيب تراكنج هن الله لا يعطيهم العافيه لهلا ما هن عاملين ابديت للسيستم تبعهم. يعني هلا بالفعل انت بتطلع بتعمل اون ديوتي بس بدك تبلش سواقه بيعطيك انه باقي لك 8 ساعات، بس هي الشغله الوحيده اللي عاملين لها ابديت. يعني لا ال 2-8 سبليت عاملينها، لا 3-7 سبليت عاملينها، لا حتى ال 30 minutes الميكس بين اون ديوتي اوف ديوتي عاملينها. والله غريب، يعني شركه عندهم اولموست 300,000 سبسكرايبرز مثل كيب تراكينج، ومعظم الشركات اللي عم يستخدمون لهم 5 شهور يعني عاطينهم خبر. جماعه هلا شو ناطرين؟ يعني صاروا من شهر ايار لهلا ما انهم عاملين شيء. يعني والله ما بعرف، عم ياخذوا مصاري عم ينهطوا مصاري على الفاضي. يا سيدي الله يرزق العالم اللي يرزقنا.
شو بدي لكم بيسكلي هدول كل شيء قريته. اذا اي حدا عنده سؤال او استفسار بليز اكتب لي بالكومنت واكيد ما بقصر. رح احكي رح خليكم دائما ابديتد على الكيب تراكينج ولشوف امتى بيعدلوه، وان شاء الله ما بيطولوا علينا وبيعدلوه عن قريب. بس اغلى او 99% من الابلكيشنز اللي غير الكيب تراكينج صار في عندهم معدلين جاهزين، واكيد بتكونوا حسيتوا على التعديل. بس هذا الشرح اللي شرحته، بس شوي توضيحي عن النيو رولز الاف ام سي اس اي. غير هيك يسعد لي مساكم، موفقين، درب السلامة، ديروا بالكم على الطريق، قربت شتوية وقربت تلج، درب السلامة للجميع، تصبحوا على خير.